السلام عليكم الاخوه والاخوات ومرحبا بكم في الفيديو جديده. بلاش كتكون عرفتوا السوجي ديال الفيديو غير من التيتر، اليوم ان شاء الله ندوي لكم على الشونجمون ستاتو. السوجي طلبوه مني بزاف ديال الناس، يعني علاش تكذب يعني سواء في انستغرام سواء في يوتيوب او في باج ديال فيسبوك. داكشي علاش قررت انني نديرو، وكنت وعدتكم ديجا في واحد الفيديو قلت لكم من ورا ما ندير هذيك الابيس غندير لكم هذا الشونجمون ستاتو. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو انني بالنسبه للجيف اول واحد ربح لي هو كرياتيف فيديو سميتو زكريا بوفوس، صيفط لي 25 يورو فيا وفا كاش، وصلاتو 260 درهم. انت اخي صالح زعما انا وصلات لاز لايك بربيك اخويا. بالنسبه للناس اللي ما حالفهمش الحظ ان شاء الله غندير لكم جيفواي عاوتاني ومن فلوسي عاوتاني، غير صبروا عليا. غير انني في جيفواي راه ما كنعلمش، يعني كنخشى في فيديو نيشان سواء لداخل سواء في الاخر ديال الفيديو سواء في البدايه. نتوما زاركم زاركم رابحين معايا مليون بيزار ديكولاس. المهم على قد الحال راكم عارفين، يعني كنافستي من فلوسي باش نتوما تفرحوا وتعاونوني حتى انا وتسيبورتيوني في الفيديوهات اللي كندير. ثاني حاجه بالنسبه للاخوه اللي كانوا متبعيني على الرونديفو ديال لابيس، اخيرا خديت داك الرونديفو سميتو لابيس. اللي ما عرفش شنو هي لابيس، هي لوتوريزاسيون بروفيزوار دو سيجور. من بعد ما جيت من المغرب كيف قلت لكم شحال هذه شرحت لكم انني ما كانش عندي الحق ناخذ بلوس دان رونديفو، يعني كانوا بلوكاوني. تسنيت حتى جيت من المغرب جيت هنا لفرنسا، وين فوا دخلت السيت لقيت رونديفو. يعني كيف قلت لكم كنت عارف الاوقات ديال رونديفو ديال لابيس. بالنسبه للاخوان اللي باغيين يعرفوا امتى كيكون رونديفو ديال لابيس، بالنسبه للبريفكتور ديال نونتير كيكونوا اثنين مع ديك الخمسه اربعه ثلاثه كتلقاو بزاف ديال لي رونديفو. واحد النهار لقيت ها عرام ديال لي رونديفو صافي وانا ناخذو وفاليداو عليا، خديتو بوغ لو 28 اكتوبر. والوغ كو انا في تيتر سيجور ديال الاتيديون مكتوب لي غتقاد ليا لو 29، يعني باقي لي نهار باش تقاد. تخيلوا معايا مالوغوزمون هاد رونديفو غادي نانولي. علاش؟ حيت خديت رونديفو ديال الشونجمون ستاج. بالنسبه للاخوان اللي ما عارفين شنو هو الشونجمون ستاج بقاو معايا، نشرح لكم ازيرو باش ما تلفوش. المهم تخيلوا معايا هاد البرد ديال مو، تخيلوا معايا اون فوا كسالي قرايتك في فرنسا، ناخذ ليكزومبل ديالي انا قريت 5 سنين ديت الباك بلوس 5 ساليت قرايتي، شنو خاصني ندير من بعد؟ ليطا فرونسي شنو كدير لك؟ كتعطيك عام واحد باش تلقى خدمه، باش تلقى ان كونطرا. وانت داك التيتر سيجور ديالك ديال الاتيديون، داك الاقامه البطاقه ديال الاقامه ديال لي زيتيديون كتقاد لك، يعني ما انت ساليتي قرايتك، يعني ما تقدرش تعاود تدفع اقامه على قبل القرايه. تقدر تدفعها مي انت وزاري بغيتي تدفع باك بلوس 6 ولا دكتوره ولا اللي بغيت. انا كنقول بالنسبه ليا انا باغ اكزومبل سيت قرايتو ما بغيتش نقرا عاوتاني، تي ستاجور ديالي ما بقاش ليه بزاف باش يتقاضى. نورمالمون شنو خاصني ندير؟ باغ اكزومبل انا ما عنديش شركه، نورمالمون شنو خاصني ندير؟ خاصني نمشي ندفع لا بي اس لوتوريزاسيون بروفيزوار دو سيجور. فرنسا كتعطيك عام يعني باش تلقى خدمه، كتعطيك ديك 6 شهور فوا 6 شهور. مالوغوزمون لما لقيتيش خدمه خاصك ترجع لبلادك، يعني فوالا هذا هو الحل الوحيد. الدراري اش كيديروا؟ يعني كيمشيو كيتقيدوا في دي زيكول يعني باش يقرا عام اخر عاوتاني بما يلقى عاوتاني. ولكن اون فوا كتدفع لديك لابيس وتقادات لك وما لقيتيش وتقادات لك كاع وما لقيتيش اون اونتربريز صافي راه ما عندكش لو شوا، يعني خاصك ترجع ضروري ترجع للبلاد. هذا الشوا الاول. الشوا الثاني لقيتي اون اونتربريز شنو خاصك دير؟ دابا انت كيف قلت لكم عندكم اقامه ديال تيتر سيجور ديال لي زيتيديون، يعني اون فوا لقيتي خدمه خاصك دوز من ستاتيو ديال اتيديون لسالاري، يعني انت ما تبقاش يعني انت ما تبقاش اتيديون. لوجيكمون الاخوان غير باش نفهم كاين اللي ما غاديش يفهم حيت راه فيهم بزاف المعلومات، يعني لوجيكمون انت ما تبقاش اتيديون خاصك دوز سالاري باش تبقى تخدم. ايوا باش دير هذه خاصك دير شونجمون دو ستاتيو اللي عليها كلشي. ايوا الاخوان شونجمون ستاتيو فيها دو تيب تايا، فيها جوج انواع. فيها شونجمون ستاتيو اللي كتاخد فيها عام بعام، كتبقى تاخد عام كل عام كتبقى تجدد. لو كار كيخصك 2200 اورو بروت، يعني الا جينا نشوفو النيت تجيك شي نقولو شي 1600 تقريبا نيت، يعني بلي زامبو داكشي تقدر تجيك 1600 نيت. خاصك هادي مينيموم خاصك تسينيها مع داك لونتربريز، 1600 نيت راه ماشي شي حاجة. لو دوزيام كا هو انك تكون سالاريي كاليفي. السالاري كاليفي خاصو يكون عندك مينيموم 36000 اورو بروت، يعني بحال جات شي نيت تقريبا جات شي 2 مليون نيشان نيت تقريبا، يعني محيدين لها لي زامبو وداك لي كوتيزاسيون ديك 2 مليون. كيتسمى باسبور طانو، يعني كتاخذ واحد تي سيجور فيه 4 سنين من 3 سنين حتى 4 سنين، يعني هذيك سهل عليك بزاف د الامور. ولكن فيها دي كونترانت انا نرجع لهم دابا. هاد اللعيبه هي اللي غادي ندفع عليها انا. علاش؟ المهم نقول لكم السالير ديالي حيت بنادم بزاف سولني على السالير. قلت علاش لا ما نبارطاجيش واخا السالير داكشي كيبقى كونفيدونسيال. انا سنيت ب 37000 اورو في العام، يعني تقريبا حسبوها نتوما ما نقولش ليكم حيت منا لي زامبو وداك لي كوتيزاسيون حسبوها، راه كاينين دي سيت كيحسبوا هاد اللعيبات. كاين تخوزيام كالي نسيتو هو لا كرياسيون دونتربريز. انت ما لقيتيش اون اونتربريز ومسهلش عليك الله تقدر تصايب اون اونتربريز، ولكن خاصها تكون في نفس الدومين اللي قريتي فيه. حتى داك لي شونجمون ستاتيو خاصك لسنيتي مع اون اونتربريز خاصك تسني
في نفس الدومين اللي قريتي فيه، ماشي باغ اكزومبل تقريتي 5 سنين وهادشي سني عند ماكدو باش تخدم ليهم فلاكيس ولا شي حاجه، راه ما غاديش يقبلوا لك هادشي، غيديروك غوفي وزق هذه بلادك على واد. المهم انا نقول لكم الدوزيام كان اللي درت عليها هي كاليفي واللي كيتسمى باسبور طالون، يعني عطوني 3 سنين ولا 4 سنين على حساب ما عرفتش انا اكزاكتومون. بعدا قبل ما نمشي للبريفيكتور يعني كيف قلت لكم يعني كنت خديت رونديفو ديال لابيس، قلت صافا ندفع لابيس ومن بعد نشوف داك الشونجمون ستاج من ورا لابيس. قلت اش كاين علاش كنخور علاش، المهم سمحوا لي هاد الالفاظ انا كندوب بحالك. قلت اش علاش كندير هاد اللعيبه، علاش ما نمشيش ندفع شونجمون ستاتيو ديريكت الوغ كو انا عندي ديجا لونتربريز، علاش غنبقى ندفع لابيس سا سيغا ريان. صافي مشيت واحد الجروب ديال شونجمون ستاتيو في فيسبوك، سولتهم قلت لهم بالنسبه للبريفيكتور ديال نونتير كيفاش غادي ندفع ليها، واش خاصني نمشي ناخذ رونديفو سور بلاس ولا اونلاين ولا خاصني نصيفط لهم ان كوري باش يعطوني رونديفو. قال لك اكثريه قال لك خاصك تمشي تاخذ رونديفو سور بلاس، مع العلم انني عارف لي رونديفو كيتخذوا اونلاين. صافي ما كاين مشكل غادي نمشي، ولكن قبل مشيت شفت السيت قلبت بانت ليا بوب خوند رونديفو ديال شوج موستاش، قال لي خاصك تجي الاثنين لا اربعه والجمعه. يا هذيك مشيت واحد الجمعه في العشيه خديت نص نهار في لونتربريز، مشيت ما بين 12 وجوج بعدا قلت غادي نمشي بكري، هي هذيك يلا يلا نشوف الدعوه كي دايره. مشيت دخلت لداخل واحد خيتي قالت لي سولتها قلت لها ديك الساعه كانت خاوي ما كانش لاكو، راسكم تعرفوا لاكو في داك النونتير عرفتي قداش، تخيلوا معايا شوف فين كاين داك اللعيبه هاد لا ميري وتما تخيلوا معايا عرفتي لاكو قداش دير بنادم مع 8 الصباح كتلقاهم معرمين. انا مشيت قلت صافي ناخذ ديريكت رونديفو علاش نمشيش للصف. قالت لي يا خيتي راه خاص راه ما بقاوش لي تيكي ديال لي رونديفو، خاصك تجي اثنين قالت لي خاصك تجي اثنين ولا اربعه والجمعه في الصباح، يعني الا بغيتي تاخذ رونديفو يعني حيت قالت لي التيكيات كيطيروا دغيا، ومع البريفكتور ديال نونتي خدامين داكشي قديم يعني كيعطوك التيكي بحال هذا خص السيفير كيعطوك التيكي مع الباب عاد ديك الساعه كتدخل، حيت ما كاينين بزاف ديال البشر وما قادينش يجريو هادشي سي نورمال. ايوا هي هذيك ما بين 12 و 2 مشيت عيطت للمانجر ديالي قلت لي عافاك راه نص نهار ضيعت هكاك واش ممكن ناخذ نهار 2 في الصباح؟ قال لي صافي ما كاين مشكل. صافي مشيت لونتربريز خدمت بحال ما كاين والو، داك نص نهار عطاه لي نهار 2 في الصباح، مشيت 2 في الصباح يعني مع 8 بعد داك خيتي قالت لي ما تشدش الصف، قالت لي جي الوسط ديال الباب يعني جي قدام الباب ونعطوك التيكي. صافي جيتني في الصباح كنتسنى وبانت لي ديك خيتي خارجك تعطي لي تيكي، قلت صافي هي راه شافتني راه غادي تعطيني التيكي، ما شافتني ما عطاتنيش التيكي، قلت صافي هادي مبوقة حيت خيتي بحال دابا دايرين بحال لي ستاجير مبوقين بنادم تما. بقيت كنتسنى والو، مشيت عند واحد اللوين، المهم اللوين كيدير فيجيل يعني كيدير بحال كارد كور وكيدير كلشي يعني كيعطي التيكيات وكلشي، ولكن الرجولة واخا هكداك غير هو صارم يعني ما كيعقلش على بنادم. مشيت قلت لي راه واش ممكن ناخذ التيكي ديال شونجمون ستاتيو هادي، قال لي سير خذ عندك خيتي. ملي مشيت سولت الاخر قلت له واش ممكن تعطيني التيكي ديال رونديفو ديال شونجمون ستاتيو، قال لي لا خصك تجي الاربعه والخميس في الصباح والجمعه في الصباح. يعني كيفاش في السيت كتبين دابا المشكله في السيت كتبين اثنين والاربعه والجمعه في الصباح. صافي وريته ليها قالت لي ماشي صافي، قالت لي خصك تجي الاربعه والجمعه في الصباح. مشيت عند الاخر قلت لها شنو كاين، قال لي عاش دير، قال لي دخل نيشان. ملي كندخل داك الكيشي 9 و10 كنلقى شي ناس كيتسناو وفي داك الباب كاتبين واحد اللعيبه، وداك اللعيبه يعني ما مديطايناش السيت يعني كاتبينها غير لداخل، يعني انت تخيل ما خاصك تضيع وقتك باش تمشي لداخل باش تشوف داك اللعيبه، كاتبين بان لي رونديفو باش تاخذ ان بروميير رونديفو خاصك تجي الاربعاء في الصباح والخميس في الصباح والجمعه في الصباح، يعني ديك خيتي كانت على صح، ولكن ديك المره الاولى ما قالتش لي هاد الهضره. صافي قلت ما كاين مشكل، ضاع لي عاوتاني نص نهار، مشى لي اثنين في الصباح، خديت الجمعه في الصباح. صافي قلت هاد المره والله الا عرفت لهم القوال بغامشي نيشان. مشيت تسنيت قدام الباب، بعدا مشيت تعال تسعود بعدا تسنيت قدام الباب، ويبان لي داك اللوين سولتوني ما سولش الاخر، قلت ليه شوف عندي روندي بغيت ناخذ رونديفو في الكيشي 9 و10، قال لي دخل. دخلت من الجهه الاخرى ويمشي عند واحد خيتي ويقول لي عطاني التيكي هادي، عطاتني التيكي وانا ندخل نيشان. صافي دخلت ما بين ثلاثه الاولين، تخيلوا معايا ثلاثه الاولين، جات بحال هكا دخلت عندك خونا اللي كيعطي لي رونديفو، دخلت بحال هكا حتى هو قاصح، قال لي شنو بغيتي، قلت لي راه بغيت رونديفو ديال شونجمون ستاتيو، انا راه عندي كونترا مع لونتربريز راه ديجا بديت الخدمه وبغيت رونديفو باش نشونجي ستاتيو ديالي. قال لي قال لي ريح، قال لي واش تي سيغ داك الشيء اللي باغي دير، قال لي انا بعدا شونجمون ستاتيو باغي دير، قلت لي داك باسبور طالون ديال 3 سنين والفوق. قال لي صافي ما كاين مشكل، قلت لي ولكن باغ كونتر انني خديت رونديفو ديال لابيس واش فيه مشكل ولا لا، قال لي دابا غير عزل، قال لي سوا تاخذ لابيس سوا تاخذ شونجمون ستاتيو. قلت لي شو اونيتمون بغيت ناخذ شونجمون ستاتيو ما نصدعش راسي بديك لاخر. قال لي صافي ما كاين مشكل، قال لي ولكن كاينين دي غيغل بالنسبه للشونجمون ستاتيو، انك كيعطيوك واحد ريسيبيسي ديال 5 ديال الشهور ولا مع 4 شهور، وداك ريسيبيسي ما كتقدرش تسافر به، تخيلوا معايا عاد بقيت مصدوم بعدا كنقول ما تقدرش تسافر به.
كنت تقول الله يستر لو وقعت شي حاجه في المغرب ولا المهم لا 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 احتاج الضروره انك تسافر تخرج من فرنسا يعني تي اوبليجي تبقى في فرنسا يعني الا بغيتي تخرج خاصك تعاود الفيزا ازيرو تخيلوا معايا خاصكم تعاودوا داك الشيء ازيرو يعني يضيع لك كل شيء يعني 4 شهور خصني نتسنى دوزيام غي اللي قال لي هو انني خصني نبقى مع داك لونتربريز عامين عامين ما خصنيش نخرج من داك لونتربريز عامين هاد لونتربريز اللي فيها انا اللي كديجا داير معهم لانترناس خصني نبقى معاهم عامين انا بور لانستون باغي نبقى معاهم يعني ما عندي مشكل يعني فرحان معاهم بخير صعيب ما تعرف شنو كاين باغ كونط قال لي لا لا داروا لك ليسونسيمون لا جراو عليك ولا كان شي يعني اتفاقيه بيناتكم يعني تراضي بيناتكم وما لقاش لك شي خدمه ولا شي حاجه وما ريزيليا يعني ريزيليا ولك الكونطرا ديالك يعني هذا ما كاين مشكل ولكن انت الا بغيتي تخرج من لونتربريز ما تقدر المهم الاخوه دعوا معنا يعني ما يوقع لينا حتى حاجه من هنا القدام نتمنى ان كلشي يكون بخير على خير بالدعاء باش بالدعاء المهم هادو هما لي غاك اللي صار يمين ديال هاد شونجمون ستاجو يعني خاصكم تفكروا بزاف قبل ما ديروهم كيف قلت لكم خصو يكون عندكم سالير مينيموم 36000 اورو في العام يعني تقريبا 2 مليون نت 36000 اورو بروت و 2 مليون نت تقريبا انا حسبتها لكم تقريبا خاصها تكون عندكم هذه بالنسبه لداك الباسبور طالو بالنسبه للاخر يعني خاصها تكون عندكم 1600 نت اورو بار موا يعني ما كاين مشكل يعني نتوما سا ديبون الكونطرا اللي لقيتو خاصو يكون عندكم في نفس الدومين يعني ما تلقاوش شي كونطرا اور الدومين اللي كتقراو فيه حيت راه ما غادي يغفوزيوكم بحال انا داير لانفورماتيك كنمشي نقلب على حلاقه ولا شي حاجه اور سوجي بزاف بعيد بزاف مازال شي حاجه قريبه بحال الماركتينغ ولا شي حاجه ديال اي كوميرس واخا انا كندير اي كوميرس ولكن شي حاجه قريبه لذاك الدومين اللي كندير فيه انا وبالنسبه للابي اس هادو بالنسبه للناس اللي ما عندهم ما لقاوش كونطرا يعني يمشيو يديروها المهم بالنسبه للاخوان اللي يلاه خداو الابي اس وكيقولوا لا راه باقي عندي عام باش نلقى راه غير كتخوروا من الاخوان راه باقي عندكم عام راه دغيا كدوز ها راه عرفتي باش تلقى اون انتربريز راه صعيبه بزاف لما كنتيش انت لما كانش داك الدومين ديالك مطلوب بزاف بحال الانفورماتيك ولا الماركتينغ ولا شي حاجه داكشي ديال لوديت واقيلا ما عرفتش واش مطلوب ولا غاش ما مطلوبينش بزاف ما عرفت لما كان الدومين ديالك مطلوب بزاف راه غادي تضيع بزاف ديال الوقت يعني خاصكم ديما تبقاو تدفعوا السي في الا بغيتوني ندير فيديو على هادشي بالديتاي على كيفاش تدفع السي في وكيفاش كيفاش تصايب السي في ديالك وكيفاش تدفع الاون انونس وهادشي خليوها ليا في لي كومونتير حاجه اخرى عاوتاني ان شاء الله من هنا قدام غادي ندير شونجمون ديال بيرمي ديالي ديال السياره غادي نشونجي حيت انا باقي عندي بيرمي ماروكان وكنت كنسوق به بالنسبه لي زيتوديون راه عندكم الحق تسوقوا بيرمي ماروكان يعني ما تخافوش انا راه باقي كنسوق به لحد الان حيت باقي ايتوديون باقي ما شونجي ستاتيو ديالي ولكن ان فوا كتشونجي ستاتيو ديالك عندك عام باش تشونجي بيرمي ديالك سينو بحال لا ضيعتيه هكا وباش تشونجي بيرمي ديالك راه قالك تخلص عليه 30 اورو ومن بعد كيولي عندك انترناسيونال كتقدر تسوق به في المغرب وهنا يعني ايزي المهم هادشي اللي كاين نتمنى ان هاد الفيديو تكون استفدتوا منها وتكون عجباتكم نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاخوان اللي يلاه سالاو قرايتهم يلاه وصلوا لهاد ليطاب تا هما وديروا لايك وسبسكرايب وهذا الشيء اللي كاين والله يعاون العونات وتهلاو.